اليوم رح نروح فيها لمساحة طبية. رح نحكي عن مرض كتير شائع، هشاشة العظام، المرض الصامت كما لقبه البعض. أسبابه وأعراضه أكيد مع ضيفنا الدكتور جهاد حاج إبراهيم، اختصاصي عظمية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك الدكتور. بالبداية أكيد بدنا نعرف كل المشاهدين عن هشاشة العظام. الحقيقة هشاشة العظام هو المرض الصامت مثل ما تفضلت، هو نقص كمية العظم في وحدة الحجم. العظم الموجود في جسم الإنسان يبدأ تخزينه في جسم الإنسان من الوجود في الرحم إلى سن 35 أو 37 سنة. خلال الفترة الزمنية هي يجب أن يكون المخازن ممتلئة في الكلس. هشاشة العظام على عدة أسباب، ممكن تكون شغلة فيزيولوجية، أمر فيزيولوجي وهذا طبيعي، وأما يكون مرضي طبيعي جدا أنه الهشاشة العظمية أنه تحدث خاصة عند النساء بعد سن معينة، غياب الدورة الطمسية وغياب الهرمون اللي هو حامي الكلس الموجود في العظم. الكلس الموجود في الجسم هو مثل ما قلت من الصغار لسن 35 37 سنة ببلش يعبي المخازن. دكتور جهاد، هي النقطة اللي أنت عم تحكي عنها كمان بدنا ننوه عليها، أنه هشاشة العظام يمكن من الولادة، يمكن أول ما يخلق الطفل أو الطفلة كمية الحليب اللي بياخدها من أمه هل إلها علاقة بهذا الشيء؟ بيقولوا أنه الطفل إذا رضع من أمه فهو أخذ كمية من الكالسيوم، طبعا إذا كان حليبه منيح فهذا الشيء له علاقة، مشان نتابع موضوعنا. طبعا له علاقة، طبعا الحليب الام في مواد مناعيه كثير للجسم وفي كلس، تماما هو المصدر الاساسي للكلس خاصه عند الاطفال بالسنه سنه ونص لعمر الطفل، يجب ان يكون الارضاع بشكل يعني بشكل جيد، وهذا هو الاساس الداعم الاساسي للكلس عند الاطفال. طبعا الداعم الاساسي بعد منه بيجي الحليب بمشتقاته، حتى ما نميز الحليب والبيض. خلينا نميز بشغلة، قشر البيض ما هو ما بيسوي كلس. يعني بيطحنوا سمر قال انه اذا واحد انكسرت ايده ببلش يطحن، بس اكيد غلط لانه اكيد فيه جراثيم بيبقى قشر البيض. البيض فقط وليس قشر البيض. هلا الهشاشة العظمية مثل ما قلنا نحن هو عبارة عن مرض، اما بيكون مرض نتيجة السكري، نتيجة اضطرابات هرمونية، مرض بجارات الدرق، ونتيجة المدخنين، نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس، نتيجة السكون وعدم قيام بالرياضة والحياة اليومية العادية. طيب دكتور، حجم هيكل الجسم قديش بيأثر على هشاشة العظام؟ طبعا هلأ نحن إذا كان الجسم يعني لازم يكون عندي أنا الجسم يكون متناسب مع الطول، مع إذا كان الإنسان مثلا إذا كان قصير يكون بدين كتير، هذا بيأثر كتير، بيؤدي إلى ضعف. قصر القامة بتأثر على هشاشة العظام. هلأ هو الغذاء اللي بيأثر، هو الغذاء والكتلة العضلية الموجودة حول الجسم حول العظام هي هذا اللي بيأثر أكثر. التركيز الكلس بالجسم بيثبت الشيء هذا هو الفيتامين دال اللي نحن حكينا عنه قبل شوي عند الأطفال، هذا اللي نحن عند الأطفال هو موجود. الكساح بيقولوا له يمكن. الكساح نحن غياب الفيتامين دال عند الأطفال بيسبب لي الكساح. نعم. الفيتامين دال موجود بالأدمة تحت الجلد، بطبيعة الأمر موجود عند كل الإنسان. تحرر هالفيتامين دال هذا بيتم عند التعرض لأشعة الشمس. هلأ التعرض اليومي لأشعة الشمس الصباحية أو المسائية بحرر فيتامين دال. هلأ بأوروبا في بعض المناطق اللي هن ما بيشوفوا الشمس بيضطروا يعطوا فيتامين دال للأطفال. نحن حاليا نتيجة أنواع البيوت اللي ما عم تشوف أشعة الشمس، ونتيجة المرحلة اللي مرينا فيها الأطفال ما كانوا يطلعوا كتير على الحدائق، فاضطرينا نحن نعطي الأطفال ونعطي الأمهات كمان فيتامين دال لهالشي هذا. ليش عم نشوفه نحن هو الكساح، تقوس الساقين عند الأطفال، هذا اسمه كساح وليس هشاشة عظمية. نعم الكساح. طيب هلا دكتور، نحن التاريخ العائلي بيقولوا مثلا إذا أحد والديك مصاب بهشاشة العظام أو إخواتك أنت أكيد حتصاب بهشاشة العظام بنسبة كتير كبيرة، شو رأيك بهالكلام؟ كلام سليم. الوراثة عامل دور كبير،
الوراثي إلى يعني عامل دور في كثير من الأمراض، وأحد من هي الهشاشة العظمية. بس خلينا ندور على السبب، ليش صار عندنا هشاشة؟ مثل ما قلنا قبل شوي، هل هو مرض؟ هل هو التدخين؟ هل هو مرض هرموني؟ هل هو عدم تعرض لأشعة الشمس؟ هل هو عدم تناول الكلس؟ في عالم ما بحبوا الحليب، ما بحبوا البيض، ما بحبوا مشتقات الحليب، هذا كمان مشكلة عندنا نحن. فمن نحن صار عندنا عمر معين عند النساء حصرا بيغيب الهرمون الاستروجين، هو المسؤول عن حماية العظم تماما بعد سن معين. فلذلك نحن يجب أن نعوض الجسم عن هالكلس هذا اللي عم ينفقد. الاستروجين يقف حامي من انه الجسم يروح على العظم وياخذ الكلس. فهل الحامي هذا الحارس اللي واقف عند العظم بغيب بعد عمر معين، فبصير سهوله اخذ الكلس من العظم. لذلك نحن يجب ان نعوض هالكلس هذا عن بسن معينة. صحيح، وخاصة يمكن فتنا بموضوع المرأة، يمكن وقت تدخل بسن الحكمة، مو سن اليأس مثل ما بيقول، هو سن الحكمة بالأربعين، أو مو شرط الأربعين، بس يتم انقطاع الدورة الشهرية للمرأة، بتبلش بتعاني من هشاشة عظام، من شيء حتى فقدان بعض الفيتامينات بجسمها، بتلجأ لأدوية طبعاً، وهالأدوية بشكل عام بتاخدها أحياناً بلا استشارة الطبيب، أنه بتحمل حالة بتاخد يلا كورس كالسيوم. قديش مهم أنه بهاي الفترة ممكن تاخد حليب مثل ما قلت، البيض، يعني تبلش، هو لازم من قبل تاخده، بس يعني قولوا اللي خلاص يعني مش الحال. قديش مهم انه تاخد الشيء الطبيعي، بالاضافة له تستشير طبيبة لممكن يوصف له ابر دال او فيتامين دال لتقدر تثبت هذا الشيء. هلا بطبيعة الامر حندخل نحن بسن الحكمة مثل ما تفضلتي، حيصير عنا استوبروس، ترقق عظمي، تمام. هلا الافضل انه نحن نكون ماشيين بطريق، لانه هذا طريق طويل، مو يعني نحن رحنا مره لعند الطبيب وانتهينا، لا، هو طريق طويل بعد سن معينه، طريق طويل. المراجعه الطبيب بشكل دوري بيسهل على المريض كثير امور. يعني راجعنا الطبيب، شفنا نحن شو عندنا مشاكل، الطبيب هو بقى بيقيم الحاله، ممكن يعمل فحوصات. الفحوصات المهمه بدراسه النقص الكلس هي تصوير كثافة العظمية، وهي عبارة عن صورة بسيطة ما فيها أشعة اللي نحن متصورينها، عبارة عن إجراء بسيط خلال دقائق ينعمل هالإجراء هذا، عبارة عن صورة للعمود الفقري ولعنق الفخذ، نحن هذول المنطقتين أكثر شيء منأكد عليهم، ومنشوف دراسة في عنا جدول موجود، بنشوف كمية العظم المفقود عند المرأة. هلأ بناء عليه بنحط خطة العلاج. خطة العلاج بتتضمن أمرين: تعويض الكلس والفيتامين دال، بالإضافة إلى تثبيت الكلس. هلأ في بعض الأحيان نلجأ إلى الهرمونات ونلجأ إلى الأدوية الثانية، المياه كالسيك والأبر السريعة اللي كان إياها، لأن إحنا إذا كان عندي أنا نقص كلس عالي إحنا الحب ما بيعطي نتيجة، لذلك بنضطر إلى نعطي أنه أبر المياه كالسيك، أو نازل هلا أدوية جديدة أسماء تجارية. البروتين بيقولوا أحد وحدات البناء الأساسية للعظام، شو رأيك بهالكلام دكتور؟ الكالسيوم، الكالسيوم رقم واحد، كالسيوم بعدين بروتين، كالسيوم فوسفور فيتامين دال، هذا الكالسيوم رقم واحد، كله متمم على عيني، ولكن الكالسيوم فوسفور هو رقم واحد. فقدانهم هدول، وبالإضافة لذلك الكتلة العضلية، لازم يكون عندي أنا كتلة عضلية حول العظم لحتى يكون العظم متين، ويساعد على عدم الكتلة العضلية بتساعد على يعني قوة العظم وتحمله من أي أذية بسيطة لحتى يتعرض للكسر. وللأسف الترقق العظمي هو بصير أكثر شيء بالعمود الفقري، إذا مننتبه نحن الأذيات أكثر شيء بالعمود الفقري. مثل ما بنعرف الرياضة بتساعد على بناء العظام وتقوي وإبطاء من فقدان العظم. هلا ممكن نعرف شو هي أنواع التمارين الرياضية؟ بيقولوا مثلا القفز، حمل الأثقال أو الأوزان، شو رأيك بهذا الكلام؟ شو هي الرياضات الإضافية؟ هلا نحن قطعنا سن معين. أوكي. الرياضة المشي، سباحة،
القفز وحديد دامبلز ويلا القفز والمشي والسباحة يعني القفز والرياضات العنيفة نحن في سن معينة ما رح يقدر يقوم فيها بس بيقولوا انه يبلشوا فيها من سن الشباب تمام دكتور. قبل السن هذا بكون بنى كتلة عضلية جيدة حول العظام وصار عندنا نحن كمان كتلة عظمية جيدة تمام. هذا المبدأ بعد سن معين المشي رقم واحد نص ساعة كل يوم شيء رائع جدا تمام وبينصحوا فيه انه دائما الانسان اذا عم يعاني من اي شيء فهو يمشي حتى اذا كان في عنده كوليسترول هدول القصص دكتور بيجيك حالات يعني حدا بدين يعني ما شاء الله هيك بتشوفه ضخم وجسه وعنده ترقق عظام او هشاشه عظام قديش هيدي المفارقه يعني ما خص البدانه بالعكس احيانا نقص فيتامين د بيسبب بدانه لانه الكلس ما عم يتخزن بالعظم كان في عوامل بيقولوا له سلبيه كمان لنقص الفيتامين ممكن كمان يؤدي للبدانه فبتشوف هذا الشخص معقول هذا الشخص معه هشاشه عظام يعني ما شاء الله عظمه عريض كتافه عراض سمين قديش كمان هيك بيجيك هيك حالات والتشخيص قديش مهم بهيدي الحاله الحقيقة نحن هي الحالات بنشوفها بمشفى ابن النفيس براجعنا حالات مثل ما عم تتفضلي نعم الجسم ما له علاقة أحيانا بيكون إنسان نحيف عنده كتلة عضلية قوية صحيح نحن بيجينا مريض ضخم من واقع مكسور نحن عم نعمل له عمل جراحي بيكون عظم هش هذا السبب اللي نحن مثل ما تفضلتي بيكون عنده ليس كتلة عضلية عنده بدانة البدانة هي تختلف عن الكتلة العضلية الكتلة العضلية غالباً بيكون في عنا عظم جيد هلأ اللي باني كتلة عضلية جيدة بيكون عنده عظم جيد البدانة هي أحد أهم المشاكل اللي عم نصابها نحن في هالوقت هذا اللي نحن اللي عم يصير عندي بدانة طرفين سفليين ما عادوا تحملوا الترقق العظمي عم يسبب إصابة من مفاصل الركب باكرة خاصة مفاصل الركب الوضعيات اللي غير مريحة للمريض اللي عم يسبب لي أزيات من مفاصل الركب البداني الترقق العظمي اللي عنده المريض الأزيات العمود الفقري نلاقي الحدب بلش يصير عند المريض فلذلك نحن يجب الوعي لهالموضوع هذا بسرعة ونتيجة نحو الطبيب سن معينة بلشت الأعراض بصير الأعراض وهن وآلام مفاصل وبصير عند المريض بيتعرض لأي يعني بصير عنده بأي عرض بسيط بسبب له كسر وللأسف يكون الشفاء بيطول هذا موضوع مهم أنه اللي عنده هشاشة عظمية وصار عنده سقوط انكسر وتداخل جراحيا وطول الكسر مو لأنه الجراح ما عارف يعمل عملية لا أبدا لأنه المريض هو عنده بالأساس عظمه ضعيف عنده هشاشة عظمية فبيتأخر الشفاء وبتأخر ريهابليتيشن إعادة التأهيل لهالمريض هذا طيب دكتور نحن مثل ما حكيت هلأ قلت أنه هشاشة العظام لا تظهر في وقت مبكر يعني بعدين بتظهر مثل بقصر القامة بيأثر أو الكسور أو الانحناء الظهر هدول بيطلعوا بعدين طيب شو هي التحاليل المطلوبة أو التشخيص الصح للمريض؟ هلأ نحن إذا كان عندي بعد سن معين بعد سن 45 أكيد نحن دراسة كثافة العظمية إذا كان عندي قبل معناته في عندي مرض يعني عندي عمر 30-35 عندي مرض إلا عند النساء استئصال الرحم الباكر وهذا مرض هذا يعتبر هذا فيزيولوجي إذا كان عندي قبل هالسن هذا معناته عندي مرض يجب أن أبحث عنه أهم شيء نحن هرمون الدرق وجارات الدرق هذا أهم شيء اللي نحن لازم نبحث عنه كمان ندور على المصدر احيانا في مريض ما بياخد كالسيوم يعني هذا موضوع كتير مهم في عندنا مرضى نحن بيجيوا ما بياخد كالسيوم ما بياخدوا حب ما بياخدوا لا حليب ولا بيض ولا شيء ما بياخدوا مشتقات حتى الخضروات الورقيه المفروض ياكلوها كمان تعويض تمام الحكي هذا يعني احيانا نحن في مرضى شو بيعملوا يعني لا بيرضوا انه ياخذوا كالسيوم ولا بدهم يطيبوا يعني شو بيعملوا الدواء نحن الحل البديل هو الدواء نوجد أدوية جيدة ونتائجها جيدة ولكن احنا صراحة قبل سن معينة ما كثير بننصح لأنه حتى الدواء بيسبب ترسبات بالكلية طبعا شيء طبيعي بيضل غير بيسبب لي ترسبات بالكلية كمان إذا كان مريض عنده حصيات نعم فنحن ما كثير بنحسن ناخذ راحتنا بنعطي الأدوية لهدول المرضى نعم
يعني سمر مثل ما بيقولوا الدكتور انه الشيء الطبيعي دائما اللي بينصحوا دائما فيه، حتى النساء اللي ما بتشرب حليب لا معلش اجبري حالك واشربي حليب احسن، انه نظام غذائي صحي كثير ضروري يا سالي لكل حدا عم بيتابعنا مشان هشاشه العظام او اي مرض يعني ثاني، اكيد هذا الشيء كثير مفيد. أكيد دكتور، هيك بدنا منك أيضا بعض النصائح ل بعدين بننصح المرأة، خلينا ننصح المرأة مشان أولادها كمان، قديش مهم إنه يكون في بغذائهم بيض، لو الولد ما بيحب البيض ممكن إنه يعني شوي شوي تعودوا على البيض، تعطيه كاسة الحليب، اللبنة، الجبنة، قديش مهمين هدول حسب نوع الأكل اللي عم ياكله الطفل، قد كتير مهم بس إنه لما يكبر لما يتعرض لشغلات تانية أو يوقع بأمراض تانية، إن شاء الله ما حدا بيمرض. حقيقة نحن متعرض لهذا الموضوع كتير في عياداتنا وفي المشفى عنا، من إلا للأم نحن الحليب اللي عم تعطيه غيري له نكهته، يعني أحيانا الطفل ما يستسيح أنه حبيبيه فيه للحليب. إذا ما عشي حسن يشرب حليب يشرب كاسة لبن، صندويشة لبن، قطع جبني تماما. هذا الموضوع كتير مهم، نبعد عن نحن بنحسن نعطيه شراب كلس دكتور، احنا ما نفضل يعني البيض، نحاول انه نحن ننكه البيض نحطه باكلات معينه بيحسن نمرق للطفل هذا الشيء صحيح، يعني ما نحن في طفل احيانا منظر هالبيضه ما بيحبها، هذا الشيء عم نصعب يعني بيجي الطفل بيقول لي دكتور انا ما بحب البيض تاكله مقلي بيعملوا له اشكال مشان الاهل، فنحن بنقول للاهل انه نوعوا لاقوا طريقه معينه للاهل، نغير الاكل نغير الطعم نغير النكهه لهالطفل هذا اللي هو ما عنده ما بيحسن يستسيغ هذا الشيء، وهذا شيء بالنفس، فنحن بنحسن مثل ما قلت لك انه نغير الحليب نحط له النكهه اللبن نشربه كاسه لبن، اجبان وانواع من الاجبان نغيرها بتعطي نتائج جيده. يعني هذا الشيء للأمهات ليقدروا يحافظوا على أكيد أنه يقدروا يهتموا بأولادهم أكثر، وهذا الموضوع أنه كتير ضروري. طيب هلأ دكتور نحن بدنا نحكي عن المراحل العلاجية سواء للأطفال أو للكبار، صحة تفضل دكتور. هلأ العلاج بالنسبة للأطفال نحن قلنا نحن تحت سن معين لازم نعمل نحن تحليل investigation، نعمل شو عنا المشكلة، هل هو اضطرابات معوية، هل ما في عندي وارد، أم إذا كان عندي وارد أنا ولكن التثبيت في مشكلة، هون بدور أنا الوارد موجود تمام، التثبيت عندي في مشكلة، هون أنا بقى بدور على المرض وبعد منه أنا بروح باتجاه آخر. بعد سن معينة عملت أنا التحاليل بعطي للمريض علاج، هلأ علاج هذا دائم، يعني ما نحن أخذنا 6 شهور أخذت علبة دكتور ومشي الحال، لا هذا الحكي مو مزبوط، دائم لكل العمر يعني بده يبقى ياخده؟ نعم دائم لكل العمر، يجب أن يجرى تحليل دراسة كثافة عظمية كل سنة مرة بنفس المخبر، نعم يعني ما نغير المخابر، بنفس المخبر نحن نعمل دراسة كثافة عظمية صح. كل سنة بنفس المخبر. قبل ما نختم دكتور بدنا نقول لكل اللي عم يتابعنا أنه الوقاية خير من إنطار علاج، لا توصلوا حالكم لمراحل نقدر نأخذ فيها دواء، يمكن النصائح اللي هلأ حضرتك قدمتها دكتور هي كتير مهمة لكل الأعمار من بداية يعني نشوء أو خلينا نقول اكتمال البنية للطفل ليصير بعمر كبير، إن شاء الله ما حدا بيصيبه هذا المرض. بدنا نشكر كتير وجودك معنا دكتور، وبدنا نشكر نصائحك اللي قدمت لنا يا هذه اليوم. شكرا لحضرتك. شكرا متشكرك كثير دكتور لوجودك معنا، اكيد للمعلومات